ديرزو الاثنين 16/7/2012 حي الجبالة. ما حد طوره لأنا ما حد بعد عليه على البيت. أنا ما حد جانا على البيت حجيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما حد جانا على البيت، بيت عمر لقيت. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم حجي. الله ينتقم منهم. آثار الدمار والقصف، حسبنا الله ونعم الوكيل. انهيار الواجهة الأمامية للمبنى بسبب سقوط الصواريخ، حسبنا الله ونعم الوكيل. دير الزور الاثنين 16/7/2012